الراجل عبد الوهاب الفقيه يحاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه. علم موقع برلمان كوم عن مصادر عالمة أن الأستاذ الجامعي والمستشار البرلماني السابق عبد الوهاب الفقيه حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه، وأنه نقل إلى المستشفى على عجل وهو في حالة خطيرة ووصفت بأنها بين الحياة والموت. وجدير بالذكر أن عبد الوهاب الفقيه كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي بسبب سحب عبد اللطيف وهبي تزكيته لقيادة مجلس جهة قلميم ودنون. وقال الفقيه حينها في رسالة بخط اليد إنه اتخذ هذا القرار على إثر ما تعرض له من غدر من طرف جهة وضع ثقته فيها. وكانت لائحة الفقيه قد حصلت على المرتبة الأولى في الانتخابات بمنطقة قلميم، ومع ذلك عمد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على سحب تزكية ترشيح صاحبها لرئاسة الجهة في إطار توافقات لمنحها إلى مبارك بعيدة عن التجمع الوطني للأحرار.